ربما لا يعلم هذا الحاج أن المساحة التي يمشي فيها الآن كان السبب وراءها هذا الرجل، إنه المهندس المعماري محمد كمال إسماعيل. فمن هو وكيف ذلك؟ الدكتور محمد كمال إسماعيل أحد أهم المهندسين المصريين الذين قدموا مشروعات هندسية كبرى التي لاقت إعجاباً شديداً، لكن الإنجاز الأكبر في مسيرته كان في المملكة العربية السعودية في فترة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، الذي كلف إسماعيل بمشروع توسعة الحرمين الشريفين، وهو مشروع يعتبر الأكبر في تاريخ العمارة الإسلامية. واجه إسماعيل تحديات عديدة في تنفيذ هذا المشروع الضخم، لكنه استطاع بابتكاراته وإبداعه التغلب عليها، مضيفاً جمالاً وروعة للهندسة الإسلامية في كل زاوية من الحرمين، لتوصف توسعة المسجد الحرام حينئذ بأنها أكبر توسعة خلال 14 قرناً. على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله، فإن إسماعيل رفض تقاضي أي أجر عن عمله في توسعة الحرمين، فقد كان يرى أن خدمته بيت الله الحرام والمسجد النبوي أعظم أجر يمكن أن يناله. في عام 2008 توفي المهندس محمد كمال إسماعيل، لكنه ترك بصمة لا تمحى في تاريخ العمارة الإسلامية وإرثاً ستظل تتذكره الأجيال القادمة.